السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في هذا الفورماسيون ديال سوليد ووركس. دونك كنحاولوا نخدموا هاد البياس هذه. دونك في الاول ناخذ واحد الدائره الريون ديال 40 اللي يكون الديامتر ديالها 80، من بعد ندير ليكستريزيون ب 10، من بعد نحاول نرسم هاد لافورم، هاد لوطون اللي كاين هنايا، هاد الفراغ اللي كاين غنرسمو. دونك ندير واحد الخط هنا في نشد به العبر، يعني اكس هنايا تكون فيه فيربا، ورسم هاد لافورم هادي. هاد الخط هذا غيكون كوانسيد مع لوريجين. هنا تكون عندي واحد الزاويه هنا اللي نحسبوا شحال كاين عندي من طون. هنا كاين 14، تنشدو 360 قسمه على 14 دونك هي 25.71 تقريبا. هنا غنملي في الاكزيكسيون ديال غتبان لنا شحال تقريبا في الزاويه. المهم ليسونسييل هو ان هاد لاكس هذا الخط هذا راه كوانسيدي مع لوريجين، وكاين واحد الزاويه غنحسبوها ما بين هاد الخط وهاد لاكس هنايا. دونك كنمشيو نديرو ليكزيكسيون ديالها في سوليد ووركس. غندخلو للفيشي نوفو انوفو بياس، غناخدو دائرة، ناخدو الديامتر ديالها اللي غيكون 80، ليكستريزيون ناخد فيها 10، ناخدو هاد الفاس هدا نقولو نورمال أ، غندير واحد انجي، ندير ناخذ واحد لاكس من بين هاد البوان فيرتيكال. اوكي رسم هذاك لا فورم. اوكي دونك هاد الخط هذا غيكون اوريزونتال. هنا لا ديستونس اللي كاينه من بين هاد البوان دونك هي 4. هاد الخط غنديرو طونجونس. هنا كاين واحد لا ديستونس ديال 34. هنا نشدو هاد الخط كونترول مع هاد البوان، غنديرو كوانسيدونس، هنا نخرجو واحد الزاوية هي تكون 360 مقسومة على 14 هي 25.71. من بعد غناخدو اونلافمون ماتيير ديال هاد فونكسيون، من بعد غنمشي لافيشاج يعني اكس تومبورار، فوالا غنزيد عندي لاكس، غندير واحد لا ريبيتيزيون ديالاش ديال هاد فونكسيون هادي فونكسيون بارابور لاكس. هنا غتكون عندي الزاوية اللي هي الزاوية تكون عندي هي 25.71. نعطي العدد يكون عندي 14. اوكي وبيان تندير 360 مقسومة على 14 هي 25.71. اوكي من بعد ناخدو هاد الفاص هذا، وغادي نجي نقول له واحد السيركل الدائرة الديامتر ديالها 25 و ندير بوش نحيدو. و هذا هو الريزلت فينال ديال هاد لابياس هادي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.